السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليني النهاردة أتكلم معاك في أكتر دعاء ممكن تسمعه في حياتك هيشقلب حياتك كده رأسا على عقب، والله زي ما بقولك كده إن شاء الله بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد في مرة في وقت غير وقت الصلاة، فلقى صحابي جليل اسمه أبو أمامة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في وقت غير وقت الصلاة؟ هو أنت ليه قاعد في المسجد في غير وقت الصلاة؟ بتعمل ايه دلوقتي؟ فسيدنا ابو امامة رد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عينه في الارض وهو مكسوف ومحرج جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: يا رسول الله، هموم لزمتني وديون يا رسول الله. والله يا رسول الله ما جابني دلوقتي في وقت غير وقت الصلاة الا الهموم اللي على ظهري والديون الكتير اللي علي يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابا أمامة، أفلا أعلمك كلمات إذا قلتها أذهب الله عنك همك وقضى عنك دينك؟ فسيدنا أبو أمامة قال له: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو أمامة العجيب فعلا بعد في اخر الحديث سيدنا ابو امامه بيقول: فلما قلتهن اذهب الله عني همي وقضى عني ديني، اذهب الله عنا جميعا همومنا وقضى عنا ديوننا، اللهم امين. بلغ الحديث دوت او الكلام دوت لغيرك لعله يستفيد وايمانه يقوى بالله سبحانه وتعالى، وتكون انت السبب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: الدال على الخير كفاعله، جزانا الله واياكم كل خير، اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.